السلام عليكم، كيف الحال؟ بهذا الفيديو راح احكي لكم عن شخصية الوسيط INFP. بالبداية خليني اشرح لكم شو يعني الاحرف تبعتها. بالنسبة للآي مأخوذة من كلمة introverted واللي تعني الانطوائية. نستنتج من هذا الاشي انه هاي الشخصية عبارة عن شخصية انطوائية. والحرف الثاني واللي هو الان من intuitive واللي تعني الحدس، ويعني انه هاي الشخصية عندها قدرة عالية على فهم الاشياء بشكل سريع من دون حاجتها للمنطق. والحرف الثالث واللي هو الاف واللي جاي من كلمة feeling يعني المشاعر، هي عندها مشاعر بشكل كبير وبتستخدم مشاعرها بالتعامل كمان مع الآخرين. وآخر حرف واللي هو البي من perceiving واللي تعني الإدراك. قبل ما أبلش شرح عن هاي الشخصية يا ريت تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وخلينا نبلش. تعتبر شخصية الوسيط INFP من الشخصيات الإيجابية بشكل كبير، واللي دائما بتدور على الخير في أسوأ الناس وأسوأ الأحداث. كيف يعني؟ يعني على سبيل المثال شخصية الوسيط إذا تعرفت على شخص سيء، يعني شخصية سامة، بتحاول تلاقي الأعذار لإله أو بتحاول تنظر على الخير الموجود فيه مع أنه هو ما فيه خير، يعني ممكن هو يسيء معاملة الآخرين أو يعمل أشياء سيئة، لكن شخصية الوسيط بتحكي أنه هو من الداخل عن الشخصية السامة هو شخص كويس. أو على سبيل المثال ممكن يصير موقف اقتصادي سيء في العالم والعالم يصير فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فشخصية الوسيط دائما بتبحث على الخير بهذا الموضوع، بتحكي أنه ممكن هاي الأزمة تستمر لفترة بسيطة لكن بعد هاي الفترة راح يصير في انتعاش كبير في الاقتصاد. فدائما هاي الشخصية بتحاول تخلي الأمور المحيطة فيها جيدة بالنسبة لإلها وبالنسبة للأشخاص اللي حواليها. وتعتبر شخصية الـ INFP من الشخصيات الهادية والخجولة والمحافظة، مع الأسف الشديد غالبا ما يساء فهمها من قبل الأشخاص الآخرين، إلا إنه هاي الشخصية تمتلك عالم داخلي مليء بالعواطف والمشاعر. مثل ما بنعرف إنه الشخصيات الانطوائية عندها عالم داخلي بيختلف بشكل كبير عن العالم الخارجي اللي احنا عايشين فيه، عشان هيك بنلاحظ انه هي اغلب الوقت هاي الشخصية الانطوائية هادية وبتفكر باشياء معينة او بتستخدم احاسيسها ومشاعرها بشكل داخلي وما بتبينه للاشخاص اللي حواليها. ونسبة شخصية الوسيط من بين البشر 4% فقط. وبالنسبة لشخصية الوسيط دائما بتستخدم المبادئ عشان تمشي أمور حياتها بعيدا عن المنطق، يعني هاي الشخصية مش منطقية مثل الشخصيات اللي تكلمت عنهم في الفيديوهات الماضية اللي هي الـ ISTJ، INTJ والـ INTP. هاي الشخصية عندها قدرة كبيرة على استخدام الحدس والحواس الموجودة عندها، عشان هيك راح تلاحظ المشاهير تبعون هاي الشخصية إما كتاب أو شعراء أو حتى ممثلين. ومن الممثلين المشهورين اللي عنده هاي الشخصية واللي هو جوني ديب. وفي اشي كثير حلو بتتميز فيها شخصية الوسيط واللي هي عندها قدرة كثير عالية على تعلم لغة جديدة اما ثانية او ثالثة غير لغتهم الام. وحاليا خليني احكي لكم شو هي نقاط القوة اللي بتتميز فيها شخصية الـ INFP. اول نقطة قوة واللي هي انه متعاطفة بشكل كبير، يعني عندها قدرة عالية على التعاطف مع الاخرين، وبتقدر كمان تدرس الاخرين وتلاحظ اذا هي هاي الشخصيات مبسوطة، حزينة، بتمر بظروف صعبة، وبالتالي بتحاول انها تساعدهم وتوقف كمان جنبهم. وغير هيك هاي الشخصية ما بتحب بالمرة انه تأذي الاخرين حتى عن غير عمد، يعني اذا اذت شخص مثلا معين عن غير قصد ممكن تبلش تعتذر منه بشكل كبير جدا. ثاني نقطة قوة واللي هي انها كريمة ومش انانية، يعني هاي الشخصية دائما بتحاول تشارك الانجازات تبعتها مع الاخرين، وبتحاول كمان انه تجعل اصوات الاخرين مسموعة بالنسبة للكل. يعني هاي الشخصية اذا كانت في بيئة العمل وأنجزت إنجاز معين بتحاول تبين أثر الإنجاز تبع الآخرين على الإنجاز تبعها، يعني بتحاول إنه الكل يلقى المديح مش هي فقط. ثالث نقطة قوة واللي هي إنه هاي الشخصية مبدعة. مثل ما حكيت لكم إنه أغلب مشاهير هاي الشخصية إما كتاب أو شعراء أو ممثلين، وبالمجال اللي هم بيشتغلوا فيه بيكونوا مبدعين بشكل كبير. مثل ما حكيت لكم جوني ديب يعني هو من أفضل الممثلين حول العالم وتمثيله عبارة عن إبداع، وحتى لو كان مثلا احد الشخصيات هو عبارة عن كاتب فبيقدر يوصل الاحاسيس والعواطف من خلال الروايات والكتب اللي قاعد بكتبها. اما النقطة الرابعة انه شخصية الوسيط عاطفية بشكل كبير، يعني دائما بتحب تعطي من كل قلبها، اذا حبت بتعطي من كل قلبها، اذا بدها تنجز انجاز معين بتعطي من كل قلبها، اذا بتلعب مع اطفال بتحاول انه تبين هاي المشاعر والعواطف المكبوتة جواتها للا
الآخرين. وبما أنه هاي الشخصية انطوائية، ممكن الآخرين البعيدين عن هاي الشخصية ما يلاحظوا أنه هاي الشخصية عندها عواطف أو مشاعر. ليش؟ لأنه ما بتظهر هاي العواطف والمشاعر إلا للأشخاص المقربة منها. وحالياً خليني أحكي لكم نقاط ضعف شخصية الوسيط. أول نقطة ضعف أنه هاي الشخصية غير واقعية، وبتعيش أغلب الأوقات بعالم وردي، وبتدور على الخير في كل الناس وحتى أسوأ الناس، وهذا الإشي ممكن يعرضها للاستغلال واستنزاف طاقتها، وممكن كمان تتعرض لكثير من الصدمات في العالم الواقعي. ثاني نقطة ضعف واللي هي العزلة الذاتية، يعني ممكن شخصية INFP تنسى حالها وتنعزل عن جميع الناس حتى أقرب الأشخاص لإلها، وحتى الأشخاص اللي حواليها لما يجوا يحاولوا يطلعوها من جو العزلة بيعانوا من هذا الموضوع، لأنه شخصية INFP مش بسهولة تطلع من جو العزلة تبعها. ثالث نقطة ضعف واللي هي إنه هاي الشخصية تركيزها قليل جدا، وهذا الإشي مع الأسف الشديد بيأثر على إنتاجيتها. أما النقطة الرابعة إنه هاي الشخصية عاطفية بشكل كبير، وهذا الإشي ذكرته بالإيجابيات وبالسلبيات، يعني هذا الإشي سلاح ذو حدين. ممكن إذا أعطت العاطفة لشخص يعني يستحق ذلك تكسب هذا الشخص، لكن إذا أعطت العاطفة تبعتها لشخص لا يستحق العاطفة ممكن هذا الشخص يستغلها ويستنزف طاقتها بشكل كبير. أما النقطة الخامسة، فهاي الشخصية دائما بتحاول إرضاء الآخرين وبتحاول تغير نظرتهم عنها. يعني إذا في يوم من الأيام شخص انتقد شخصية الوسيط وبين إنه هاي الشخصية مش كويسة، فهي راح تحاول تغير نظرة هذا الشخص عنها، يعني بتحاول إنه تبين له إنه لا أنا كويسة وعندي خير كثير بالنسبة للآخرين، فهذا الإشي مش كويس بالنسبة لإلها، وممكن يعرضها كمان للدخول بعلاقات سامة. وبدي أحكي لكم شغلة مهمة واللي هي إنه أنا دائما بحط لكم في شاشة النهاية فيديوهات متعلقة بموضوع الفيديو اللي أنتوا حاليا قاعدين بتحضروه. مش غلط انكم تحضروا هاي الفيديوهات، لانه راح تساعدكم بشكل كبير جدا. وسلام.